باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، في بداية هذا القداس لنندم على خطايانا، فنكون أهلا لسماع كلام الرب لنا في هذه المناسبة، مناسبة إعلان شعار الكشاف لهذه السنة وأيضا تنصيب الهيئة العامة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا من القول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. صلي. استجب صلوات الشعب الصارخ إليك يا رب، فيدرك ما عليه أن يعمل ويكون على أهبة القيام به في كل حين، بالمسيح ربنا. القراءة الأولى قراءة من سفر الأخبار الأول. وقد اختارني الرب إله إسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكاً على إسرائيل للأبد، لأنه قد اختار يهوذا قائداً ومن بيت يهوذا بيت أبي، ومن بني أبي رضي عني فملكني على كل إسرائيل ومن بني كلهم، لأن الرب رزقني بنين كثيرين. اختار سليمان ابني ليجلس على عرش ملك الله على إسرائيل، وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودوري، لأني إياه اخترت لي ابناً وأنا أكون له أباً، وأثبت ملكه للأبد إن ثبت على العمل بوصاياي وأحكامي كما في هذا اليوم. وقال داود لسليمان ابنه: تشدد وتشجع واعمل، لا تخف ولا تفزع، لأن الرب الإله إلهي معك، لا يهملك ولا يتركك حتى تتم كل أعمال خدمة بيت الرب. وهذه فرق الكهنة واللاويين لكل خدمة بيت الله، ومعك في كل العمل كل متطوع ماهر لكل خدمة، والرؤساء والشعب كله تحت جميع أوامرك. كلام الرب.
الرد: يا رب، من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك؟ يا رب، من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك؟ السالك طريق الكمال وفاعل البر والمتكلم من قلبه بالحق. من بلسانه لا يختاب، وبصاحبه لا يصنع شرا، وبقريبه لا ينزل عارا. الرذيل حقير في نظره، ومن يتقون الرب يكرمهم وإن أقسم، مضرا بنفسه لم يخلف. لا يقرض بالربا فضته، ولا يقبل على البريء الرشوة، فمن عمل بذلك لا يتزعزع للأبد. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. في ذلك الزمان لما رأى يسوع الجموع صعد الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم، قال: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودع فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا، إن أجركم في السماوات عظيم. Thank you.
الإخوة الكهنة، قادة المجموعات الكشفية، أعضاء الهيئة، الإخوة والأخوات، في القراءة الأولى في خمس أفعال مؤثرة بنفس المعنى تتكرر، وبتعرفوا إنه التكرار هو بلاغة يترك أثر في النفس. الأفعال اللي تكررت بالقراءة الأولى هي تشدد، تشجع، اعمل، لا تخف ولا تفزع. خمس أفعال متكاملة، وأهمية هذه الأفعال تأتي من أنه داود يقولها لابنه سليمان لما أجى يسلمه الملك، لأن الملك بعين وريثه دائما هيك، والملك الذي يعين من يرثه، قال له لا تخف ولا تفزع. الخوف شعور طبيعي، مين فينا يوم من الأيام ما خاف؟ ارفع أصبعه. مش معقولة، منخاف قبل الامتحان، منخاف حتى لو كان امتحان دكتوراه وماستر، بخاف الواحد إنه ما يجيبش العلامة المطلوبة. قبل أي حدث مهم الواحد بخاف، حتى قبل سر الزواج لما عند الالتزام النهائي الواحد بخاف، بده يرتبط للأبد. قبل أي قرار مهم في حياتنا ممكن يصيبنا نوع من التردد أو الخوف، أو بعد مرات نصاب بالإحباط وبحاجة لأب، أخ، صديق يقولنا تشجع، تشدد، لا تخف ولا تفزع. بهمنا نعرف ليش مش لازم نخاف ومش لازم نفزع، وليش لازم نتشدد ونتشجع ونعمل. شو السبب؟ بعد مرات إحنا مشجع بعض بكلام فاضي، يلا شد الهمة. عايش أشد الهمة؟ فيش إشي يشدد همتي. هلأ داود أعطى الأسباب اللي بتخلي سليمان يتشجع، قال له لأن الله إلهي معك، يعني ربنا ما بتركك، لا يهملك حتى تتم كل أعمال خدمة بيت الرب. هي المناسبة اللي قال له فيها تشجع، إنه طلب منه يبني الهيكل. انتوا بتعرفوا إنه الهيكل بني للمرة الأولى على يد سليمان، بعدين انهد ورد. مين بنى تاني مرة زمن يسوع قبل بعد؟ مين بنى الهيكل الثاني؟ هيرودس. لما يسوع ولد وعاش دخل وزار الهيكل الثاني، مش هيكل سليمان. هيكل سليمان دمروا مين؟ نبوخذ نصر سنة 587، ونفى اليهود لبابل. فهون بمناسبة بناء الهيكل الأول داود الملك يقول لابنه لا تخف لا تفزع، ابني الهيكل، راح تكون مدة طويلة، مغامرة شاقة، لكن الله معك، الله ما بتركك والله ما بهملك. وبالفعل بالفعل سليمان نجح يبني الهيكل ويدشنه ويصلي فيه، لأنه وثق بربنا، وثق بربنا. هلا اليوم اللي بيحكي لنا تشدد وتشجع واعمل مش داود، ربنا اللي بيحكي لنا إياها. هي أجت لأول مرة على لسان داود لكنها أصبحت آية كريمة. ربنا اليوم بيقول لكل واحد منا لا تخف لا تفزع، تشدد وتشجع واعمل، وبضيف لأني أنا الرب إلهك معك لا أهملك ولا أتركك. وهون بدي أنهي بهذه الفكرة، إذا ربنا دعا شخص لمهمة لرسالة سيمكنه من أن يقوم بهذه الرسالة، سيعطيه النعمة الضرورية حتى ينهيها حتى الأخير.
إذا ربنا دعا يوسف أن يكون خطيباً لمريم وحارساً للطفل، أعطاه القوة حتى يقوم بما يجب أن يقوم به. إذا ربنا دعا بولس على طريق دمشق أن يصبح رسول الأمم، مكنه بنعمة خاصة أن يصبح رسول الأمم. وفي أحلك الظروف كان ربنا يقول لبولس: تكفيك كمله، تكفيك نعمتي. إذا ربنا دعاك اطمئن لن يتركك. إذا ربنا دعاك تكون كشاف قائد في الهيئة، ربنا راح يمكنك من أنه تقوم بواجبك وتقوم أيضاً بواجباتك الأخرى بدون أن تتعارض معاً، لأن الرب لا يدعو أحداً إلا ويؤهله ويمكنه من أن يكون على مستوى المسؤولية. إذن هذا هو الخبر السار الذي يعلنه لنا الرب اليوم، إنه نحن متى دعينا إلى حمل أي مسؤولية فنحن لا نحمل هذه المسؤولية وحدنا، إنما الله يحملها معنا فتصبح خفيفة وقابلة للحمل. وبنهي بالآية اللي يسوع قالها مرة لتلاميذه: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمرهقين والمثقلين وأنا أريحكم، احملوا نيري وتتلمذوا لي. يعني يسوع لما بدعونا لمسؤولية هو يحملها معنا ويخفف من العبء، لا بل يعطينا الفرح الذي يسبق ويتبع حمل والقيام بهذه المهمة المناطة بنا. بهذه المناسبة أهنئ جميع أعضاء الهيئة الجديدة وأطلب لكم من الله أن تتمكنوا من القيام بها خير قيام. آمين. تحية كشفية بالرب يسوع. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبناء على الاجتماع الذي عقد بشهر تشرين الثاني لعام 2019، تم انتخاب الهيئة العامة لكشاف ومرشدات مطرانية اللاتين لعام 2020، وعلي نتقدم من حضرتكم طالبين البركة الرسولية والصلاة الأبوية، وذلك حسب الأسامي التالية: الأمين العام القائد ركان فخوري، نائب الأمين العام وأمين السر القائد ركان صوالحة، أمين الصندوق القائد عصام عويضة، المفوض الدولي القائد بشار معشر، قائد الفرقة الإرشادية القائدة مجد حداد، قائد الجوالة القائد عيسى بولس، قائد المتقدم القائدة لارا بدري، قائد الكشافة والمرشدات القائد حبيب كويريك، قائد الأشبال والزهرات القائدة نادين وكيلة، قائد الدوري القائد رعد حدادين،
قائد الفرق الموسيقية القائد سامر جوينات. مسؤول اللجنة الإعلامية القائدة علا إحجازين. وفي النهاية الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. نصلي من أجل أن نكون ثابتين وراسخين في مسيرتنا الكشفية، مساندين بعضنا البعض بمحبة كشفية أخوية خالية من الأنانية وحب الذات، متبعين خطى قائدنا الأعظم السيد المسيح إلى الرب نطلب. نصلي من أجل أن تحفظ يا رب وطننا ومليكنا عبد الله الثاني بن الحسين، وتمنحه الحكمة لقيادة البلاد وحفظ الأمن والأمان طوال الأيام. إلى الرب نطلب. من أجل كنيسة الله المقدسة حاملة النور المسيحي والإنجيل إلى كل جيل، ومن أجل رجالها الماجدين أبينا المعظم ورعينا المكرم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا المطران بيير باتيستا وأسقفنا ويليام، لكي يهبهم الرب النعمة والقوة والسنين. إلى الرب نطلب. نصلي لك يا رب من أجل أن تمد قلوبنا بالقوة والشجاعة، فنحارب كل الشرور ونتخطى جميع الصعوبات والعثرات دون خوف أو تردد. إلى الرب نطلب. من أجل أن نكون قدوة لإخوتنا الكشفيين في العالم أجمع، لا في أقوالنا فقط بل في أعمالنا أيضا، فنكون مثالا حيا للإنجيل في كل مكان. إلى الرب نطلب.
من أجل أن تتكرم السيدة العذراء فترافقنا في طريقنا نحو الصليب وتكون معنا في شدائدنا ومصاعبنا، فنستطيع بشفاعتها أن نصل إلى الخلاص الأبدي، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا، يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. الخبز والخمر. اقبل منا يا رب جسدك ودمك الطاهرين اللذان وهبتهما لنا بكل محبة، واجعلنا مستحقين أن نتناول منهما طهارة لأنفسنا وأجسادنا وغفرانا لخطايانا، فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس والصليب. اقبل منا يا رب كتابك المقدس الذي من خلاله أعطيتنا تعاليمك ووصاياك، وعلمتنا أن على الإنسان حمل صليبه بحب وإيمان، باذلا نفسه في سبيل الآخرين. فاقبله يا رب وبارك. الهيئة القديمة والجديدة. نقدم لك يا رب قادة وآباء الهيئة السابقين والجدد ليكونوا على مثالك في أقوالهم وأعمالهم، ولتمدهم بالقوة والشجاعة والمحبة لخدمة أفراد الكشافة في كل مكان وزمان، فاقبله يا رب وبارك. المجموعات الكشفية. نقدم لك يا رب مجموعاتنا الكشفية المنتشرة في جميع أنحاء الأردن لتبارك أفرادها جميعهم من صغيرهم إلى كبيرهم، فيكونوا كشافين مخلصين لمجموعاتهم وللحركة الكشفية، فاقبله يا رب وبارك. القائد والفرد الشجاع. ازرع يا رب في قلوب قيادتنا الشجاعة ليثبتوا في مسيرتهم الكشفية ويكونوا قدوة لأفرادهم في الثبات والشجاعة والعمل الصالح، فيصبح كلاهما قلباً شجاعاً واحداً، ويكمل كل منهما الآخر خاصة في مواجهة التحديات، فاقبله يا رب وبارك. قانون الكشاف. نقدم لك يا رب قانوننا الكشفي بما فيه من صفات، ونخص منها الشجاعة التي علينا أن نتحلى بها دائماً في أعمالنا ومواقف الحياة المختلفة خلال هذا العام، فاقبله يا رب وبارك. الشعار: تشدد وتشجع واعمل.
هو شعارنا لهذا العام، نقدمه لك يا رب ليكون مرشداً لنا في طريق الحياة وحافزاً لنسير بثبات وشجاعة، ولتكون أعمالنا جميعها تمجيداً لك لا لأنفسنا، فاقبله يا رب وبارك. صلوا يا الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل رب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. اللهم ارتضي قربان شعبك المؤمن وأنلنا به البر والقداسة، وكل ما نسألك في ثقة ويقين بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الآب القدوس بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو الكلمة الذي خلقت به كل شيء، والمخلص الفادي الذي أرسلته إلينا متجسداً بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء مولوداً، هو الذي جاء ليتم مشيئتك ويقتني لك شعباً مقدساً، فبسط يديه على الصليب ووطئ الموت وبشر بالقيامة. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين نشيد بمجدك بصوت واحد قائلين: Thank you.
حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة والقداسة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، رئيس أساقفتنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، جمع الأساقفة، سائر الإكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها ربي يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: سلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطيانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام ربي معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. Thank you.
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Thank you.
مساء الخير. بداية أشكر أخوة الكشفيين لاختياري للسنة الرابعة على التوالي أمين عام للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطراني اللاتين الأردن، وذلك بمباركة سيادة المطران ويليام الشوملي الجزير الوقار. وهذه مسؤولية كبيرة، وأأمل أن أكون عند حسن ظنكم. الكشفية ليست حركة شبابية يأتي منها الأفراد لممارسة النشاط أو العزف فقط، بل هي روح تنمو في داخلنا، وعطاء من دون مقابل، وجهد مبذول من دون كلل أو ملل، وطريق لنهج حياتنا. ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بدعمنا وحضور هذا الاحتفال، آملين من الله التوفيق لهذه البداية للعام الجديد، ومواصلة دعم الشباب في كل مجموعاتنا، وتقديم كل ما هو أفضل لهم، وتشجيع تطوعهم وخدمتهم للكنيسة والمجتمع والوطن. ونشكر سيادة المطران ويليام الشوملي لترأسه قداس هذا المساء الاحتفالي، ونشكر الكهنة في كل رعايانا وأخواتنا الراهبات، ونخص بالذكر الكهنة المشاركين معنا في هذا المساء. ونشكر الحضور الكريم جميعاً، ونخص بالذكر الأمان العامة للشبيبة، السادة الهيئة العامة لكشافة ومرشدات الرومي الكاثوليك، ونشكر الكورال كمان بوجودهم معنا من كنيسة قطع رأس يوحنا من مادبة. باسمي وباسمكم جميعاً، باسم أبونا إبراهيم، بدنا نشكر أبونا أشرف النمري اللي أتاح لنا الفرصة اليوم نكون موجودين بهاي الكنيسة. نشكر كمان مجموعة مرج الحمام على استقبالهم إلنا، ونطلب من سيادة المطران إنه يكرم إخوتنا القادة السابقين الذين خدموا معنا في الهيئة السابقة لعام 2019. في البداية رح نبلش بشكر القائد أنس دحابرة. رح نشكر القائد يزن معشر. القائد عامر دعيبس. القائد نسرين نزهة. القائد ميرنا نصار. القائد عدي قاقيش دقيس. القائد عدي الصفدي. القائد ستيف سالم. ورح نشكر أكيد القائد جويس النمري والقائد غسان أبو منة، بس ما تمكنوا يكونوا موجودين معنا لليوم. رح نشكر كمان بعض الأشخاص اللي موجودين معنا اللي ساعدونا اليوم عشان تكتمل فرحتنا. الهيئة العامة للرومي الكاثوليك القائدها عيد دبابنة. رح نشكر الأمانة العامة للشبيبة بمسؤولها أسامة شطارة.
رح نشكر فضائية النور سات اللي دائما بتتواصل معنا وبتضلها معنا دائما. وأكيد كمان موقع أبونا.org اللي بضلهم دائماً متواصلين معنا. رح نشكر الكورال العظيم اللي ساعدنا اليوم بفرحتنا ورح يمثلهم منتصر أبو جريس. رح نشكر مجموعة مرج الحمام على استضافتها لنا، قائد عدي السفدي. قائد عدي كمان واحدة، يلا. وشكرا كثير كبير لأبونا أشرف على استضافتنا. هلا رح نشكر الفائز لمسابقة الشعار لسنة 2020 قائد نادين وكيلة. وأكيد ما رح ننسى ممثليننا واللي بيمثلوا الأردن كمان على المستوى الدولي، أبونا إبراهيم نفاع كأب مرشد روحي لمرشدات الشرق الأوسط، أكيد قائدتنا العظيمة القائد عايدة الصوص تفضل معنا كمسؤولة مرشدات الشرق الأوسط، أكيد قائد بشار المعشر اللي هو المسؤول الإقليم والشرق العالمي، أهم شخص اللي أكيد ما رح ننساه اللي هو سيادة المطران ويليام شوملي، وشكراً كثير لوجودك معنا. لنصلي. أيها الإله القدير، جئناك مبتهلين نحن الذين تقوتهم بالسر المقدس، فساعدنا على خدمتك بسيرة مرضية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. لنذهب بفرح وسلام المسيح. آمين.